بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام تمر ثورتنا وقضيتنا في البحرين بمنعطف هام وخطير جدا. هناك ضغوطات متعددة على النظام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والضغط الأكبر هو من شباب ورجال الميادين وأسياد النزال في ساحات الميادين. في هذه الفترة صمودنا جميعا وثباتنا جميعا وإقدامنا جميعا وحضورنا في الميادين وفي الساحات هو أكثر من ضرورة تتطلبها هذه المرحلة الحساسة. بلدنا ووطننا يمر الآن بمنعطف، وهذا هو الوقت الذي فيه نجسد كل التضحيات وكل العطاءات التي تمت في الفترات الماضية. ندعو جميع أحبتنا من الأخوة والأخوات والشباب جميعا أن يستعدوا للبرامج التي ستطرح من قبل القوى الثورية في هذه المرحلة لتحقيق المطالب الشعبية التي ثرنا من أجلها، والتي خرجنا من أجلها، والتي ضحى شهداؤنا من أجلها، والتي خرج شعبنا من أجلها. لن نساوم على دماء الشباب، ولن نساوم على كل الجرائم التي ارتكبها النظام، ولكن لا بد من الثبات والنزول في الساحات والميادين. ترقبوا جميعا المشروعات التي ستطرح قريبا لتعيد الحيوية والنشاط إلى مكانها، والثورة إلى نصابها، حتى تحقيق كامل المطالب المشروعة. وربما اقتربنا من ذلك كثيرا، وما حدث في اليمن العزيز أيضا هو مؤشر كبير سيغير وجه المنطقة، وعلينا بالثبات والصبر والتواجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لتحقيق مطالب هذا الشعب المظلوم بالثبات والصبر والمعاضدة والمساندة والمؤازرة مع بعضنا البعض، والتواجد للدفاع عن وطننا وعن كرامتنا وعن كل التضحيات التي تمت. والسلام عليكم أيها الأحبة جميعا ورحمة الله وبركاته.